بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. تعرفنا في الحصة السابقة في المرحلة الثاني متوسط على الاسم المقصور والاسم المنقوص، وتعرفنا أن الاسم المقصور هو ما أن يكون ينتهي بألف لازمة مفتوح ما قبلها، وتكتب على صورة إما ألف قائمة أو ألف على هيئة ياء غير منقوطة. فإذا هذا هو المقصور، والمنقوص هو ما كان آخره ينتهي بياء لازمة مكسور ما قبلها، بياء لازمة مكسور ما قبلها. وانتهينا من صفحة 141 142، واليوم إن شاء الله رح نكمل 143. فيقول لنا اعلم أن، نقرأ أول معلومات، أن الاسم المنقوص تبقى ياؤه إذا كان معرف بأل أو نكرة في حالة نصب، وتحذف إذا كان مجردا من أل. متى تحذف الياء؟ إذا كان مجرد من ياء من أل. هذا ما يتكلم عن ماذا؟ عن المنقوص وليس المقصور، عن المنقوص. المقصور لا يتغير فيه شيء، لكن المنقوص إذا يقول وتحذف إذا كان مجردا من ال، يعني نكرة، ويعوض عنها بتنوين الكسر. بدل كتابة الياء يبدل عنها أو يعوض عنها بكتابة تنوين الكسر. وأيضا يقول في الاسم المنقوص تقدر على آخره حركة إعراب في حالتي الرفع والجر، سواء كان معرف بأل أو نكرة، أي في الحالتين معرف بأل أو نكرة يكون حركة الإعراب الضم والجر ثابتة. أيضا تظهر في حالة النصب سواء كان معرف بأل أو نكرة، هنا تقدر وهنا تظهر، هنا تقدر أي أنها مقدرة وهنا تكون واضحة وظاهرة. نأتي للمثال، يقول أكمل التالي بتعليل كتابة الياء في الاسم المنقوص أو حذفها في المجموعتين مع الاستفادة من الإضاءة. يقول إن الشاب الساعي لتحقيق هدفه. هنا كتبت الياء، لماذا كتبت الياء؟ لأنه معرف بأل. طيب المثال الثاني يقول سررت بالشاب الواعي بمصلحته، وهنا أيضا كتبت الياء، لماذا كتبت هذه الياء المنقوصة؟ لأنه معرف بأل. أيضا في المثال الثالث وجدته الشاب الراقي في أخلاقه، وكتبت الياء، لماذا قلنا؟ لأنه معرف بأل. ننتقل إلى باء، يقول إنه شاب ساعيا لتحقيق أهدافه. هنا حذفت الياء وعوض عنه بتنوين الكسر، لماذا؟ لأنه معرف بأل؟ لا، ليس معرف، لأنه نكرة. فإذا هنا حذفت الياء لأنه نكرة مرفوع. طيب يقول سررت بشاب
واعين بمصلحته. سررت بشاب واعين لمصلحته. هنا واعين عوض عنه بتنوين الكسر. لماذا عوض عنه بتنوين؟ لأنه نكرة، لأنه نكرة، فحذفت ياؤه لأنه نكرة مجرور، لأنه نكرة مجرور. طيب ها، أيضا في المثال الأول ساعيا نكرة مجرور. ها، وجدت شابا راقيا. وجدت شابا راقيا. هنا راقيا، ها، كتبت الياء لأنه نكرة منصوبة. وقلنا أنه في القاعدة تظهر في حالة النصب سواء كانت معرفة معرف بأل أو نكرة. إذن ننتقل إلى صفحة 144. نقول الاسم ينقسم إلى قسمين، اسم مقصور واسم منقوص. اسم مقصور واسم منقوص. فالاسم المقصور ألفه ثلاثة أو ثلاثة فأكثر من الألف ثلاثة، منه الألف ومنه تكتب بشكل الياء. قلنا الألف اللي هي ألف ممدودة أو على صورة ياء. مثال في كلمة عصا وهدى، أكثر من ثلاثة، ها، اقتدى، اقتدى على صورة ياء، ألف على صورة ياء. طيب ننتقل إلى المنقوص. فالمنقوص ياؤه موجودة، المنقوص له حالتين، إما يكون ياؤه موجودة أو ياؤه محذوفة. وقلنا ياؤه موجودة إذا كان معرف بأل، مثل كلمة الساعي. الساعي أيضا، ها، إذا كان ياؤه محذوفة، إذا كان نكرة عوض عنه بتنوين الكسر، ها، مثل ساع، ساع. كان شاط للطالبات يقول أعود إلى النص الوحدة لأصنف الاسم المقصور والاسم المنقوص غير الوارد في الأمثلة في الجدول مناسب وأضمنه بملف إنجازي. وهذا يعتبر عمل للطلاب وتقييم للطالبات. انتهى درس الاسم المقصور والاسم المنقوص وحل تدريبات لهذا الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.